الحق في المسكن الآمن والحياة الكريمة وصولا إلى العدالة الاجتماعية والتطوير والحد من ظاهرة العشوائيات. حول هذا الموضوع هتدور حلقتنا النهاردة وحلقة جديدة من يوم جديد. أهمية تطوير العشوائيات والحد من هذه الظاهرة، يسعدنا أن يكون معانا دكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية لو هنتكلم عن أهم النقاط اللي تم مناقشتها النهاردة، وبالأخص أن احنا فعلا محتاجين لتطوير هذه الظاهرة والحد منها. والحقيقة قبل ما نناقش الظاهرة بنقول أن عشان نقدر نتعامل مع الظاهرة دي لازم نتحد كل جهود الشركاء اللي على الارض، لازم ما بين قطاع خاص، ما بين مجتمع مدني، ما بين حكومه، وده الهدف الاساسي من المؤتمر. غير كده مش هنقدر نصل الى نتيجه فعليه على الارض في تطوير العشوائيات. المجهود كبير والازمه متراكمه بقى لها سنين وسنين وعقود، عشان نتغلب عليها مش يوم وليله، ولازم تضافر الجهود جميعا. ده الهدف الاساسي من المؤتمر. احنا بنشتغل على الارض في مناطق كتير جدا على مستوى الجمهوريه، بنشتغل في القاهره، بنشتغل في بورسعيد، بنشتغل في المنيا، في سوهاج، في قنا، في السويس، في اسكندريه، في الايوبيه. كل دي مشاريع موجوده على الارض النهارده بنشتغل فيها. النهارده يتم تنفيذ ما يقرب من 12000 وحده لساكني المناطق العشوائيه بتكلفه مليار وربع جنيه مصري النهارده، واحنا بنتكلم المشاريع دي شغاله. تم النهارده الاتفاق على حوالي 4000 وحده جديده للقاهره في حي السلام، دول جداد مع ما بين مؤسسه وما بين محافظه القاهره وصندوق تطوير العشوائيات. وكان المجتمع المدني ليه مشاركات النهارده، نامل انها تكتر في الفتره اللي جايه، بس برضو كانت بتمثل بدايه احنا بنعتقد انها كويسه، لان احنا يعني ابتدينا في المجهود ده من حوالي شهر او شهرين، ان احنا نبتدي نتعاون مع المجتمع المدني، نبتدي نكلمهم، نحاول نشوف هنقدر نعمل معاهم ايه. كيف يمكن تخطيط عمراني جيد للحد من هذه الظاهره؟ هو عشان نمنع ظهور العشوائيات في حاجتين لازم نعملهم، لازم تطبيق القانون واعمال القانون للمناطق المخالفه والمناطق اللي بتظهر النهارده، بس برضو عشان ما نبقاش نظلم الناس اللي عايشين هناك دول، لازم قبل ما اذلهم لازم اجد لهم البديل. هو ما راحش سكن في حدش راح سكن في منطقه عشوائيه غير عشان مضطر، ما لقاش بديل مناسب اجتماعيا وماليا ليه. فدور الدوله النهارده، وده اللي اكد عليه دكتور مصطفى كذا مره، انها توفير البديل المناسب من خلال مشروع المناطق الاسكان الاجتماعي. مشروع المليون ونص فدان ده ممكن يجذب ناس كتير جدا يشتغلوا بره القطاع، فهي دي الطرق اللي نقدر نمنع بيها ظهور عشوائيات الفتره اللي جايه ان شاء الله. لو هنتكلم برضو عن جزئيه مهمه جدا وهي تطوير العشوائيات وبالاخص في محافظه القاهره، يعني لو هنتكلم بقى عن الاولويه، هل الاول بتكون المناطق الغير امنه وبعد كده المناطق مثلا المتكدسه بالسكان، ولا الاختيار بيكون على اساس ايه؟ لا، هو حضرتك هو الامور عندنا واضحه، الدرجات عندنا واضحه. احنا عندنا ما يطلق على المناطق الغير امنه اللي بتشكل خطر على حياه المواطنين، في مناطق غير مخططه. انا هدي حضرتك مثال بسيط خالص، لو بصينا على عزبة الهجانة، هي منطقة غير مخططة بس لا تمثل خطر حقيقي على حياة القاطنين هناك، فدي لها أولوية مش النهاردة، مش أولوية قصوى، إنما الأولوية القصوى بتيجي للمناطق اللي هي الناس ساكنين تحت جبل، تحت مخر سيل، دي الخطر الأساسي، وده اللي بنحاول نشتغل فيهم دلوقتي. هل بقى دلوقتي هذه الاعداد تم التعامل معاها بالفعل وبقت اقل يعني ولا لسه؟ احنا عندنا النهارده 351 منطقه غير امنه على مستوى الجمهوريه. عندنا خطه ان احنا هننتهي ان شاء الله من الدرجه الاولى منهم خلال سنه، يعني ابريل 2017 نكون انتهينا من الدرجه الاولى منهم، درجه الخطوره الاولى. خلال سنتين ونص التانيين، يعني خلال سنتين ونص من النهارده، نكون انتهينا من ال 351 منطقه دول ان شاء الله.
حول التنمية العمرانية وحياة كريمة للمواطن. سعدنا أن يكون معنا اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. في البداية لو هنتكلم عن التنمية العمرانية والحد من ظاهرة العشوائيات وبالأخص في جميع محافظات مصر، ما هي الخطط المستقبلية وبالأخص لمحافظة بورسعيد؟ لا، هي طبعا محافظة بورسعيد كانت محافظة رائدة وكانت أخذة اهتمام جامد قوي من الدولة بالنسبة للعشوائيات. كانت أول محافظة من محافظات مصر تم الانتهاء من عشوائية زرزارة اللي كانت قعد أكثر من 35 سنة، وتم التعامل معها وإزالتها وتسكين أهالي زرزارة في منطقة الأمل، ودي كانت في 2012. كان مع اللواء أحمد عبد الله، وأنا كنت في التوقيت ده حاكم عسكري من بورسعيد، وأخلينا بالتعاون مع سيد احمد عبد الله وخلصنا الزرزارة تماما. متبقي اربع مرات عشوائية بورسعيد بس، اللي هي منطقة عزبة أبوعوف وجناين وهجوج والإصلاح. ان شاء الله مخطط الانتهاء منها قبل نهاية العام ده، وانا الاسبوع اللي فات لسه موقعين بروتوكول تعاون مع وزارة الاسكان المشكورة مع دكتور احمد درويش بالنسبة لمتبقيات زرزارة وعزبة أبوعوف، وان شاء الله مخطط ان احنا الشهر الجاي ننتهي تماما من حصر جميع المناطق العشوائية وبالأحقيات ان شاء الله. يمكن برضو لما يكون محافظة تنموية زي محافظة بورسعيد، القضاء على ظاهرة العشوائيات فيها ممكن تكون يتعامل بشكل أفضل من المحافظات الكثيفة في عدد السكان. هي بورسعيد بتعتبر نموذج، محافظة من نموذج من ما بيتم تنفيذ فيها الفكر المتحضر والمتطور بالنسبة للدولة، وكل وزارة من وزارات الدولة بتتمنى ان هي بتروح بورسعيد بتطبق الفكر هناك، وعشان هي محافظة تعداد سكانها 680,000 نسمة ومساحتها 1435 كيلومتر مربع، فبيتم فيها تنفيذ الحاجات المتميزة اللي الدولة بتعملها. احنا بورسعيد اول محافظة تم تنفيذ فيها منظومة الخبز، وتم تنفيذ فيها منظومة الكارت الذكي، وان شاء الله يتم اول محافظة في الجمهورية باخلاء العشوائيات فيها تماما ان شاء الله بنهاية العام ده ان شاء الله. حول الحق في عيشة كريمة وحياة آمنة، يسعدنا أن يكون معانا دكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. في البداية لو هنتكلم عن ظاهرة العشوائيات وبالأخص في الصعيد، كيف يمكن الحد منها وتواجد عيشة كريمة وعيشة أفضل للمواطنين؟ والحقيقة لابد نحط لها استراتيجية زي ما حضرتك شفتي النهاردة كده وإحنا بنتكلم عليها. لابد نوجد أماكن وظاهرة صحراوي ومناطق عمرانية جديدة بأسعار مناسبة عشان أهلنا يلاقي مكان يقدر يعيش فيه. الحاجة التانية علاج المناطق اللي اوريدي موجودة دلوقتي اللي كلنا بنعاني منها. على سبيل المثال احنا عندنا في منطقة فيها في سوهاج ما يقرب من 13 منطقة، بدأنا بالفعل من شهر يناير اللي فات ده في منطقة اسمها السماكين في مركز المنشأة. دي عبارة عن حياة بيوت بسيطة جدا مهددة للناس، غير آمنة غير صحية غير ملائمة لأي إنسان يعيش فيها. الحقيقة مع وزارة الإسكان فكرنا إن احنا نعمل تطوير لها، هم شغالين سماكين يعني صيادين، كان لابد إن احنا نشوف حاجة قريبة للطبيعة بتاعتهم، وبالفعل احنا بدأنا دلوقتي إنشاء 9 عمارات سكنية. مش اكتفينا بس إن احنا نعمل عمارات ونشيل البيوت القديمة ونسكن الناس، ولكن فكرنا قلنا عاوزين الدور الأرضي في كل عمارة، هيبقى فيه مصانع للشبك، مصانع إزاي يعمل صيانة للمراكب. وبعد كده الحلم زاد، قلنا طب ما نعمل لهم زي حلقة سمك للصيد، بحيث انه بدل ما باللي بيصطادوا يبيعوا في نفس اليوم لانه هيبوظ، يبقى عنده فرصة انه هو يخزن ويبدأ يعمل تسويق. ودلوقتي الحقيقة مع المجتمع المدني بنفكر نعمل زي مطعم سمك. الحقيقة الموقع بتاعهم رائع لانه على النيل مباشرة. اتمنى ان شاء الله حلمنا احنا المدينة تخلص شهر 8 القادم نكون عملنا اماكن ملائمة للكروزة اللي معدية، يكون في اللي عاوز يروح ياكل سمك على النيل، يبقى سواء اذا كان من اهلنا في سوهاج او اهل الصعيد يبقى ده مكان، يبقى حضرتك ارتقيتي باهلنا في المنطقه، وبدل ما تديهم سمكه اديتيهم صناره. وبدانا نعمل محور تنميه. الحقيقه احنا في سوهاج كل محاور التنميه عندنا بنعملها بالمنظر ده،
بدأنا دلوقتي في منطقة تانية في طمة، مناطق عشوائية جنب السكة الحديدة على طول اسمها الدريسة، برضو بادئين في منطقة تانية في أخميم، يعني ثلاث مناطق إن شاء الله بدأنا فيهم. أنا سعيد جدا إن احنا نواجه هذه العشوائيات، لأن الحقيقة عمر ما كان حل المشكلة إن احنا نهرب منها أو نسيبها، ولكن لازم نتحمل قدرنا ونواجهها. بس قبل ما نواجهها لازم نعمل التخطيط، وأنا سعيد جدا بتركيز المفهوم على التخطيط المجتمعي المشترك غير اللائق وغير المقبول، إن حضرتك تاخدي قرار علوي وتنزل بيه على الناس انا هعمل كذا دون مراعاة لمشاعرهم. والجميل كمان في الفكرة ان احنا مش بس بنعملهم بيت امن ومسكن، لا احنا بنعملهم حياة عمرانية متكاملة وبننميهم كمان كفرصة للعمل كحياة افضل. طبعا هو ده الاهم، يعني لازم نستفيد من دروس الماضي ومن تجارب الماضي، وإلا لو أنا طورت المساكن وجم قعدوا بنفس العشوائيات وبنفس الثقافة وبنفس عدم الاهتمام والانتماء، لأن أنا مؤمن طول ما في أكل عيش وفي شغل بيبقى في انتماء وارتباط أكتر بالمنطقة اللي هو عايش فيها. وأن الأوان إن حضرتك هذه المناطق بدل ما تبقى سلبيات في المجتمع تكون نقاط إيجابية، ويبقوا هم اللي بيقدروا يولدوا الكفاءات والتميز في كل حرفة إن شاء الله هنعملها. هل يوجد خطة لدى المحافظة في الحد من هذه الظاهرة؟ يعني احنا مش بس عايزين ننهيها ويكون في مساكن فنبني مساكن غيرها، ولكن احنا عايزين يبقى في حد من هذه الظاهرة، وعلى الأقل لما يبقى في بيوت تبقى فعلا موجودة بشكل صحيح. بالفعل احنا يعني في هيئة المجتمعات العمرانية مثلا، لسه كنت بقول لحركة على منطقة زي أخميم، في مدينة جديدة بتنشأ اسمها أخميم الجديدة، حصرنا اللي موجودين في الأخميم اللي هم في المناطق العشوائية ان احنا نوفر لهم سكن. كمان احنا دلوقتي فعلنا الحقيقه الظهير الصحراوي، لسه قريب عاملين في منطقه عندنا في مركز اسمه جرجة ظهير صحراوي 900 فدان، برضو نفس الحكايه بنعمل دلوقتي في مركز تاني اسمه دار السلام عندنا سوهاج الجديده. الحقيقه كل هذه المشاريع الجديده هي لتوفير فرص للناس انها تعيش فيه بمتوسط معقول، ما يكونش انا بعمل منطقه وبدي اسعار غاليه وبالتالي انا الناس دي هتنفر مني. فانا مع حضرتك ان احنا ماشيين بالتوازي، ايجاد توسعات وظهير ومناطق جديده باسعار متزنه، وفي نفس الوقت معالجه المناطق العشوائيه القديمه اللي موجوده في المحافظه. احنا برنامجنا اسمه يوم جديد، ما هو الجديد لدى محافظ سوهاج خلال الفتره اللي جايه في تعمير وتطوير العشوائيات؟ في العشوائيات بس زي ما بقول لحضرتك كده، احنا دلوقتي دخلين قدامنا منطقتين التحدي الجديد اللي هم في طمه، ودي مساكن اسمها الدريسه على السكه الحديد على طول، دي خطة القادمة اللي هنشتغل فيها. منطقة أخميم بنشوف مدينة سوهاج الجديدة ووزير الإسكان هيسمح لنا بقد إيه نقدر ننقل الناس فيها. الحاجة اللي الحقيقة الأهم من ده دلوقتي إن في جزء كبير جدا من العشوائيات حضرتك ما بتكونش لها دعوة بالحكومة، اللي هي بتبقى على أملاك الأهالي، ودي الحقيقة اللي وزارة الإسكان وفرت قروض مجتمعية جميلة جدا أنا سعيد بيها وهنبدأ نشتغل بيها، إن نوفر للناس دي حتى لو أنت على أرضك فده حقك، بلاش تبني بطريقة عشوائية، خلينا نعمل زي تقسيم كويس، حافظ على نفسك وعلى أولادك وعلى مجتمعك، وبالتالي هتبقى حضرتك بدل ما أنت بالنسبة لنا نقطة سلبية لا تكون نقطة إيجابية بالنسبة للمحافظة. أنا متخيل هذا القرض هيسمح للناس كل ما هنديلهم بتسهيلات أنه يبقى هو اللي قادر يقوم يبني بيته بفكر جديد وبشكل جديد، وإحنا نساعده أنه نحتضنه بدل ما نلفظ كل أهلنا اللي في العشوائية. عشوائيات وفي البيت اللي انت فيه ده احنا مش هنيجي عندك من ساعه ما جيت الشقه، اخواتي بيسالوا عليا، اهلنا بيجونا الشقه، يعتبر هنا اول ما اي حد دخلها حس ان فعلا المحافظه عملت انتاج كويس للبني ادمين اللي زينا. انا عن نفسي ما كنتش متوقع ان انا ادخل شقتي الاقيها بالوضع ده.
محاولة لحد من ظاهرة العشوائيات وحياة كريمة أفضل للمواطن. سعيدة أن يكون معانا المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. في الحقيقة لو هنتكلم عن تطوير العشوائيات وهو مش بس داخل محافظات محافظة القاهرة ولكن محافظات بني سويف وهي طبعا محافظة مهمة جدا، لو هنتكلم عن الخطة الموجودة لتطوير العشوائيات والحد منها. هو العشوائيات موجودة في مناطق كتيرة قوي نتيجة الزيادة السكانية وعدم وجود تخطيط يستوعب كل زيادة سكانية، ودي ظاهرة بتبقى موجودة في كل، بتختلف حسب المدينة كبيرة أو صغيرة. في مدن كتيرة في العالم فيها نفس الأزمة. في بني سويف يعني احنا بنبتدي ان احنا نحاول نوجد السكن البديل، وان هو يبقى فيه أراضي تقدر تعمل عليها إسكان المحدود الداخل ومتوسط، بحيث ان هو ميبقاش فيه لجوء للعشوائيات. ده خطوة. الخطوة التانية ان احنا طبعا بنحاول نوقف زيادة العشوائيات وتأكيد تطبيق القوانين وسيادة الدولة في الحاجات المناطق العشوائية. بنحاول ان احنا ان شاء الله بنطورها وبنستخدم كل السبل اللي موجودة يعني في كحاجات حلول هندسية، أو وبنتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في عملية التطوير للعشوائيات، وابتدينا في بعض القرى في بني سويف. لو هنتكلم عن دور المجتمع المدني في تطوير العشوائيات وفي الحد من هذه الظاهرة، ممكن ازاي يكون دورهم فعال بشكل أفضل خلال الفترة الحالية؟ احنا في فعلا احد المؤسسات في بني سويف مثلا بتساهم في دخول الصرف الصحي، بننفذ تجربة جديدة مع مركز بحوث الاسكان، فدي برضو احد الحلول، والمؤسسة بتساهم بالدعم المادي بالكامل. برضو في مساهمة من اهالي المنطقة ان هم بيتبرعوا بأرض أو في التكلفة أو بيساهموا بالمجهود في تطوير هذا المكان. لازم كل الناس بتتكاتف، إذا كانت مؤسسات مجتمع مدني مع الدولة مع مؤسسات دولية، علشان التخلص أو وقف هذه الظاهرة اللي هي بتأثر على المجتمع بشكل عام يعني. لو هنتكلم عن أهمية وجود أماكن عمرانية جديدة للحد من ظاهرة العشوائيات وتكون أماكن كمان متكاملة يعني فيها عمل وفيها حياة كريمة وفيها تنمية عمرانية بشكل عام، هل يوجد مشروع جديد في بني سويف؟ في عندنا المناطق الصناعية، في عندنا بنعمل تجمعات جديدة. هو طبعا مشكلة فرص العمل دي مهمة جدا، لأن هي فرص العمل يعني لو توفرنا فرص عمل كتيرة ده بيساعد على ان الناس يبقى عندها دخل مادي تقدر تروح للاماكن اللي هي مطلوبة تنمية باسعار معقولة، يعني الموضوع متكامل. ففرص العمل احد المحاور الاساسية، لان هي احيانا من كتور يعني تواجد العشوائيات عشان فرص العمل بيتواجدوا ناحية الكتلة السكانية اللي هي موجود فيها فرص عمل، انما لو قدرنا نعمل مجتمع عمراني بشكل كويس وفي فرص عمل فبالتأكيد فده هيخلي الناس تتفرق تبعد عن منطقة جذب أو الهجرة للمدينة اللي بتتم في القاهرة أو في اسكندرية أو في كل المدن في المحافظات. المسكن الآمن والحياة الكريمة حق من حقوق المواطن المصري. حلقتنا النهاردة كانت عن ظاهرة العشوائيات وكيف يمكن الحد منها. استنونا بكرة حلقة جديدة ويوم جديد.